الغربية نظر عام بوزارة الصحة، مكلف بمركز تلقيح خزندار. احنا اليوم متواجدين في مركز تلقيح خزندار، كان تحكينا على الإقبال والصورة تحكي وحدها. الإقبال باش ما نعطيوه وصف كبير، إقبال طيب ومقبول إذا كان ما قلناش أكثر. فما الحق الشريحة العمرية المستهدفة جاوا بصفة مكثفة اللي هي 18 39، ونزيدوهم الشريحة الأخرى 15 17، والشريحة المتقدمة 40 فما أكثر. أنواع التلقيح الموجودة هون المتوفرة هون؟ أنواع التلقيح حسب الشريحة عندنا 15 17 فايزر، 18 39 موديرنا اللي هما جرعة ثانية، وعندنا 40 فما أكثر أسترازينيكا. شنو الميساج تحب توصل للشباب نتاعنا اللي متخوف توا، معناتها يقول لك مازال الساعة هذه ومتخوف، يقول لك لا أنا ما نلقحش، لا فما عباد قاعدة تموت، لا درا شنو، اش تحب توصل لهم ميساج تحب توصل هون؟ الصورة تتكلم وحدها. بالنسبة لنا احنا نجموا يعملوا طلة على مركز شباب، مركز تلقيح دار شباب خزنة دار، يراو بلي فما إقبال رهيب معناها البرة، وإن شاء الله ربي يقدرنا ونجموا نلبيو الإقبال هذايا على أحسن وجه، ونقولوا لهم أنه ما فما حتى إشكال، يجيوا ويسألوا أهل الذكر وينجموا ياخذوا أي تفسيرات، وحاطين أطباء للغرض، فهمتني؟ مرحبا بهم. أنا أميل عباس، ناظرة بالطب المدرسي بباردو، وتوا شادة يعني ناظرة بالسنتر هذا بتاع دار شباب. احنا اليوم متواجدين في دار شباب خزندار، مركز التلقيح هذا، كان تحكينا شو على الإقبال توا، توا حد الآن احنا معناتها وصلنا قلنا مرة ثلاثة متاع القايلة، توا الإقبال كيفاه؟ الإقبال اليوم بالكدا يعني جاو بالكدا، سورتو اللي عندهم غابيل يعني دوزيام دوز متاع موديرنا، الشباب هما شريحة راهو كلهم شباب. يعني ديجا لقحوا قبل وتو باش يعملوا دوزيام دوز، كل بريسك 100% يعني الناس كل قاعده جاي، وديجا فما اللي ما لقحش قاعد يطالب بالتلقيح. لكن احنا عندنا اليوم فما يعني امكانيه كان شريحه معينه، يعني مش الناس الكل باش نجموا نلقحوا لهم في العمريه. ما انا شريحه ما بين 15 و 17 سنه، وعندنا شريحه اخرى نتاع الاسترازينيكا اللي اكثر من 39 سنه، وعنا بالنسبة اليوم هذو ما هو يعني مفتوح، واللي عنده يعني غابيل هذاك يجيب الميساج نتاعو نتاع اليوم ويلقح على روحه. مدام أنا نحب منك ميساج بالحق بوزيتيف للناس اللي مازالت للساعة هذه متخوفة من التلقيح، للساعة هذه وما تحبش تجي تلقح. لا أنا شو نقول لهم يجيو يلقحوا، أنك تحمي روحك خير من تمرض. راهي المرضى نتاع واحد كي يمرض عبارة على 10 مرات قد يعني باش يحس الاحساس اللي وقت اللي عم فاكسان يقول لك تعبت ولا، لكن المرضى هي اقوى 10 مرات من انك تفاكسن، فهمت لا ديفيرونس يعني الفرق بيناتهم قوي برشا. انا اللقح نحمي روحي، وكمان باقي الفاكسان خير من المرضى، خاطر المرضى تنجم تكون عندها تاثير اكثر، راهو فما عوارض جانبيه تصير من بعد الواحد ما يفيقش بها من الاول، اما بعد فما اللي تطلع له تنسيون، فما اللي تصير له برشا حاجات وما يفيق بها كان بعد، فهمت؟ لكن انا نحمي روحي بالتلقيح مهما كان، فالايجابيات نتاع التلقيح اكثر من السلبيات نتاعو.